السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم هو فيديو مختلف. غادي نمشي ان شاء الله للدار ديالي، واخيرا الدار اللي كنت حيت انا اخر مره كنت تحولت من الدار القديمه ديالي. الناس اللي ما شافوش الفيديو ديالي قبل ما نمشي للمغرب، المهم انا كنت تحولت من الدار الاخرى وهزيت حوايجي كامل حطيتهم في ديك الدار. واليوم عاوتاني غادي نشوف خويا، حيت خويا من نهار جيت ما شفتوش، هو كاين في الدار عندي لهيه. ايوا وغادي ان شاء الله اليوم نشوفو. غدا معايا حتى غيزه، حتى هي تبقى معايا هكا شي يامات باش ما يجيهاش الملل بوحدانا. قلت لها يلا معايا وصافي. ودابا كنتسناو في ايماجي. قلت لكم وجاي دابا اوميت هذا غادي يجيب مسكين طوموبيل، وصلنا حتى البي اللي كدوزو فين ساكنه انا بعيده الصراحه، باش ما نتمحنوش مع دوك لي فاليز وداك الشيء مع الميتروبيس والتخربيق، باش ما نتمحنوش. مسكين غادي يجي وجابه من الخدمه وغادي يدينا ان شاء الله، وغادي هكا نتلاقى اليوم مع خويا. وهذا شنو ندير ونشوف الدار. صراحه حطيت الحوايج وسط الدار، انا كنت صوبت غير الكوزينه، الناس اللي عاقلين كنت قاديت غير الكوزينه. ومن بعد كانوا جاوا عائله بورك، حيت كان بورك في العسكر، كانوا جاوا خوه ولد عمته وداكشي، هما هزوا معايا الرحيل. صافي هزوا معايا الرحيل حطيناه بحال هكاك. المهم موراها انا بيومين خرجت مشيت زعما للمغرب، يعني داكشي خفن زربن شنطن. دونك غنمشي دابا. خويا صراحه زرت لي الصباح فيديو ديال الدار وراها لي، قال لي شوف انت راه نقيه وداكشي نقى صوبها الله يرضي عليه. صراحه قبل ما نجي انا كان موسخها، يعني كتعرفوا الدراري بوحدهم والزوافريه بوحدهم، يعني ما كيعطيوش بزاف ديال وقتهم للدار وتبقى نقيه. يقدر يجمع نهار ويومين لا نهار ثلاث ايام لا. دونك انا جاي دابا وصفتي فيديو قال لي ترى الدار نقيه عاجي. صافي راه غادي نمشي ان شاء الله اليوم. دونك خليكم معايا. عندنا امي دابا هزنا وصاحبو، هما يعيطوا اليوم من السبيطار، قالوا لهم راه كاينه خدمه عاجله وغيشوف لي غتشد لي الوقت بزاف، غادي يخرج دغيا يدينا المترو، باش حيت المترو بعيد عليها هي، على الاقل يكون اختصر لنا شويه الطريق. الا ما كانت تشد لي وقت بزاف غادي يدينا. المهم عندنا زهر، غنمشيو نكحزو لي فاليز صبا ناري كتغزر صاحبو. المهم عندنا زهر خرجت عندو بعمليه، راه جابونا الميتروبيس احنا جايبين هازين قشاوشنا. عدتو فايحه اليوم معلمزه اصلا. البنات شوفوا معايا خصنا نطلعوا مع هاد البالز. خاولة سدات عاونا واحد السيد، انا غادا نكملها سخوطة لقات بلاصة. انا كنتسنى هاد السيد ينوض. غزلات هي جلسات شوف خويا، مشتو الشهر دابا. خاولة كتباني زوينة، بقى ياك. أنا مزوينة هاديك السيدة، دابا هضري. الشهر ما شفت خويا، يلاه غنشوفو دابا. صراحة عاونونا الناس في لي فاليز. والله العظيم اللي شافنا هاز الفاليز كيجيو مساكن الأتراك وهذا كيقول لنا عطيوني نهز ليكم، عرفتو الدرونج طوالين فاش بغينا نهزو من الميتروبيس، كيخليونا نجلسو زعما زعما عاونونا. كل ما كان شاكك كل ما رجعنا سخانين. صافي جيت عيط دابا لخويا هو يعاوني شويه. انا ما تبتش صافي وجبني. ها واش زكريا جرب شويه حضرك شيك شيك صافي. غتوحش الدرب ديالنا
تجي عندي؟ أول مرة. كنسولك أنا حيت كنسى. أنا تقريبا عند هاد البلاصة بعدا أول مرة كنجي ليها. والله هذا البلاصة. تاكسي جاوبي يحسبوه واش غادي للمطار كره فرح ديالك ديال انا ماشي معايا انا صراحه هذا هذا شنو الشارع ديالكم زوين اللعبو كاملين شوف جنات ماركت الله الله على الماركت كره غلاو فيه الاثمنه غنمشي ندخل عندو دابا نقول ليه بشحال هاد الحليب غيقول لي الثمن بزاف نقول ليه تهلا صافي من اليوم ممنوع الدسم ممنوع الحليب هاكا نضحك معاكم والله الا شادو قربو يكملو قربو يكملو يومين يومين بوحده هنا كتفكر سميتها قالت لي هنا كان داير بالثلج بزاف شوف اجي اجي فين مشيتي يا صاحبتي الله على دويرتي الله انا ما بقيتش في الويتي ميتاج وليت في هذا في النوفيا ميتاج تنترنتر لقيت خويا جامع الدار عتي منقيها هو وصاحبو كاين معنا حتى صاحبو زكريا اللي كان معنا نيت داك العام وريكمش الدار بزاف تدير لكم تور على حيتاش باقي عمركم شفتوا الدار هذه اللي عندي هنايا زعما هذيك الدار اللي تحولت لها دونك داكشي علاش غنبدا نوريكم بشويه يعني دقه دقه هاي انا دابا بديت نتفول في الفرا ويت بقاي معايا ما تقطعيش الفيديو معاك معاك حيت كاين واحد الصهد ماشي عادي مشى لي في الفرا الساعه هي كدير الريحه على راسها مسكينه المهم دابا انا جيت للدار تحينا شي شويه بدلت الشده ديال الزيف درت هنايا الدرات ديالي بلات ندير لهم بحال هكا شوفوا قولي كي جاوني تحت في التعليقات شوفوا المنظر معايا هنا عرفتي قبيله كانت واحد الشمس حمراء 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 ولكن ما لحقتش نصورها لكم بقينا من هنا من هنا حتى ما صورتش غدا الا جات بحالها راه نصورها لكم ان شاء الله المهم دابا غادي نخرجوا غادي نمشيو لشي نهار جينا ما دخلناش شي نهار جيت زعما ما دخلناش شي الجفيرج مركزي شي مول ولا هذا غنمشيو لواحد المول هنايا قريب لينا حدانا هنا غنجلسوا فيه ناكلوا نضرب شويه نستمتعوا بالوقت ديالنا ونرجعوا ان شاء الله دونك نخليكم معنا المهم مرحبا بغيزار في الدار عندي مرحبا بك يلا بغيت صراحه ندير هنا شي ماكله كي نجينا حنايا باش ندورو قلت ما يمكنش دابا غير بديت نطيب ما نخرجو حتى الليل ويظلم علينا الحال دونك ما بقى خروج لا ما نخرجو دابا خصنا نجينا معطلين نخرجو دابا ناكلو برا وداكشي حتى غدا ديك الساعه نشوفو شنو نديرو دونك يلا خليكم معايا ما تبريوش الدار كامله لا والو ما كندورش حنا خارجين دابا اثنين هاو معايا خويا بحالك وكاين صاحبو تا هو لتحت غادي نمشيو دابا ناكلو كاملين شنو نسيت البلايص اللي غندورو فيهم هنايا راني غاده قلت لهم يلا نمشيو لذاك المول اللي قريب لينا هو اللي عندي دابا في المخ ديالي عرفتي شنو كنسى بزاف هذا باقي عاودته من الاول حيت واحد البنت كتبت لي في لي كومونتير ماشي غير وحده جوج البنات كتبوا لي الفيديو ديالك مظلم فاش جيت انا نراقب ونشوف داكشي لقيتو بصح انه الفيديوهات ديالك فيهم شويه الظلمه بحال فيهم بحال شي ضبابه من الفوق كحله ف بقيت كنزت ليه الضو ملي زدت ليه الضو هبط ليا الكاليتي عرفتو راه مصباح انا مضاربه معاه المهم غنحاول ان شاء الله ما ينزلش مظلم هذا الفيديو اللي غتكونوا شفتوه نتوما البارح ان شاء الله ما يكونش نازل مظلم خليكم وهلاوي هلاوي جلسنا دابا كوموندينا كوموندينا البرجر كل واحد كوموندا برجر فيكم الجوع يا خويا كل فينا الجوع عرفتي انا بعدا انا اسامه وزكريا خدينا نفس المنيو هي خدات منيو صغر منا ياك دايره الريجيم دايره الريجيم ولكن حنا وكاله لانه حنايا كازا هي مراكش انا كنت طنجيه ناكل طنجيه ايوا بديتي وصلنا الماكله دابا دخلنا للدار ما صورتش لكم هذاك الشيء ديال الساندويتش وهذا رجعنا عيانين يلا غسلت وجهي وداك الشيء جالسين دابا كنتحتو انا وغيزلان غيزلان كل شويه كتنعس كيجيها النعاس مسكينه
سميتو غادي الناس دابا الصراحه، وبغيت غير نقول لكم شكرا. هذا الفيديو هذا جا قصير بزاف لانه اصلا دوزنا بزاف ديال الوقت في الطريق، فقنا اصلا معطلين. راه شوفوا في الفيديو ديال غيزان قالت لكم راه شحال في الساعه ديك الساعه وهي الله خارجه تجيب الخبز وانا باقا ناعسه، وعاد خذا لينا الوقت الطريق وما خرجنا زعما ما درناش شي حاجه اللي واو في النهار ديالنا. ايوا صافي داكشي علاش الفيديو جا قصير. نبا جزم قربك نلي رولدو يريم تطمام ايلي مولمو شلر كرباس زهير التندو زني مايات صانا بندن غير الماس. صوتي انا ماشي فيهم زي ما كان حشمش ضروري ما نطلقش نويتا. عادتي هادي قتلتني، عادتي من نهار انا حيت انا نهار جيت ولا انا كنت كنهضر معاك قبل ما نجي تقولك لا صوتك مزيان باح اختي خليها، ما عرفتي ما بغاش يتشاف ليا صوتي، ما عرفتش شنو غادي ندير ليه، كتبوا ليا لتحت شنو ندير ليه. صوتي صافي بحال مشى ليا بخطر. قالوا لي واحد اللعيبه دابا امتى اليوم الصباح اها قال لي واحد اللعيبه اللي درتها رجعت لك حاجه ما بغيتش نقول. شوفوا ما غتخزن عليا العلاج باش ما باش تبقى تسمع صوتي باح. وهذوك اللعيبه راه كاينين هنايا شفتهم من ديك الفرجه. شوفوا كتبوا لي انا في لي كومونتير ما تكتبوش لها هي، كتبوا لي انا هي باش تبقى تسمع صوتي الباح. ما قالتش لي شنو ندير لصوتي. خرجي عليا خرجي عليا انا خايبه. المهم احنا جالسين صراحه كنبغي نوريكم الدار ولكن خصني تنحكها مزيان حيتاش واخا جيت هي مجموعه من الفوق ولكن دوك الدخاشات ودوك القنات سمحوا لي خاصهم يتعودوا. 3 شهور وانا ماشي في الدار، جا شهر هنا خويا يعني بقى هنا جالس شهر. الدار راك عارفين الدراري دري كيفاش فاش كيكون في الدار ونورمالمون خصو يصوب واخا دري، ما كاينش الفرق ما بين دري وبنت. انا كنتعصب ما يقولش لي شي حد لا خوك دري انت خصك تقابلي وخصك ديري وخصك تفعلي وخصك تشقاي وخصك كيف ما هو كيقاد الكاريير ديالو حتى انا خصني نقاد الكاريير ديالي. هو يعني كان كي كان هكا كيقرا كي وداكشي عنده شي امتحانات وما كانش كيجمع الدار كل نهار يعني ديك ملي كنت جايه خاف مسكين نجمعها حيت ماما قالت لي جمعها. انا حيت جايه زعما ديك اللعيبه ديال الدار تكون مرونه كحات ولكن كوميم جمعها يعني هكا جمعها جات مجموعه مشطبه مشفه كلشي. الدري يعني داكشي اللي غيدير شي دري هو دار ما اكثر منه يعني دار جهده كامل ولكن انا في داك بقى يطلع وينزل طاكنطله. شنو هي طاكنطله بالعربيه؟ بحال قلتي في واحد الفيس نقولوا لها فيس ديال خاصني القنات يعني خاص تكون الدار نحس بها لتحت ديالها وداك كلشي كلشي مجفف كلشي نقي كلشي مشطب كلشي. داكشي علاش خصني نعاود نضربها لها بواحد الفركه من الاول. الطواليط حتى هما يعني نقيهم كلشي كلشي داكشي نصاوبو مزيان نصوبو مزيان عاد ندير عاد نصور لكم تور على الدار وعاد نبدا ديك الساعات نقاد نمط الحياه ديالي من جديد. يعني نمط الحياه ديالي تخسر ليا كنحس به مخسر. ايوا صافي هادشي اللي كاين. بغيت نقول لكم السلام عليكم، سمحوا لي على الفيديو القصير، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم كنبغيكم بزاف. باي باي.